ميكرو فريد على قناه انفاس بريس. حنا كنتواجدوا بالملعب ديال الولفه لتغطيه نهايه يعني كره القدم للمشي من طرف الجمعيه المغربيه لكره القدم للمشي. الا بغيتوا تعرفوا على هذه كره القدم للمشي وتعرفوا على اجواء حفل هذه النهايه اجيو معنا. الور بالنسبه للجمعيه المغربيه لكره القدم المشي هي كانت اسست في يناير 2020 ومع الاكراهات ديال كورونا كنا تعطلنا شويه باش نحققوا داك البرامج اللي كانت مسطره. دونك انتظرنا حتى حيدت الجائحه. دابا راه غادي مزيان بدينا النشر ديال اللعبه على صعيد المنطقه حي الحسني ومن بعد انتقلنا الاقاليم المجاوره الرحمه دار بوعزة. درنا خرجات ثاني لبعض المدن اللي طلبونا باش نمشيو لعندهم التعريف بهذه اللعبه كستات كبوزنيقه ك ميم نواحي قلعه السراغنه العطاويه. هذه كانت المرحله الاولى. المرحله الثانيه دابا بدينا كنشتغلوا غنديروا ان شاء الله واحد بطوله محليه ومن بعد المرحله الثالثه غادي تكون ان شاء الله بطوله جهويه ما بين تقريبا تكون في اقاليم كلها ديال المملكه لان الرياضه استحسنوها بزاف ديال الناس وكتستقطب واحد العدد كبير ديال الفئات العمريه اللي كيديباسي العمر ديالها 50 سنه والحمد لله احنا غادي خصنا التشجيعات. رياضه كره القدم ماشي كيف ما شفتوا في الشعار هو صحه متعه ورياضه. لماذا نقول صحه؟ لان للانسان ملي كيوصل 50 سنه فما فوق دائم كيبقى خصو الرياضه وكيبقى خصو المشي. هذا المتعه لانه كاين الناس اللي يدوزوا الكره في الصغار ديالهم وكيبقاو خصهم يتمتعوا ويتفكروا الشباب ديالهم بهذا لا 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 بهذا الرياضه. هذا شيء اخر قلنا رياضه لان دائما كيكون فيها الربح. الانسان خصو يربح الفوز خصو يماركي البيوت لان الكره ما كتكون مزيانه وما كتكون الا بتسجيل الاهداف. يعني الا ما سجلتيش البيت راه تلعب حتى تعيا زوين ولكن ما يفرح لك حتى واحد ولكن الا سجلتي شي بيت كتفرح انت وكيفرحوا معك الناس الاخرين. اذا هذه كنتمنى ان هذه الرياضه تنتشر في المغرب كما هو ساري العمل بها في اوروبا